بعد ما فقت من الإغماء اللي كنت فيه لقيتني بفتكر حاجات كتير وتفاصيل كتير. طلاق، مراد السويفي، مرنا، هدير، الفيلم، كل حاجة، كل حاجة يا عمرو. طب ليه يا عبد الله ما قلتش إنك فاكر كل ده؟ لأني عايز أرجع غالية، عايز أرجع عيلتي اللي فقدتها بإيدي. كانت غلطة كبيرة. أعتقد يا عبد الله الوقت دلوقتي متأخر قوي. غالية بتحب مراد، وأعتقد صعب إن مفيش صعب. عمرو، أرجوك، أنا عايز أرجع عيلتي في حضني. عيلتي وغالية، عايز أرجعها في حضني. مش عايز أفقد الأمل في ده، وهفضل أحارب فيه لآخر يوم في عمري. يعني هتفضل عامل نفسك مش فاكر يا عبد الله؟ مش كتير، مش كتير يا عمرو. في الوقت المناسب حاول إني افتكرت كل حاجة. أيوة بس خد بالك، غالية عايزاك ترجع بيتك. وأنا موافق. قولها إني موافق، وإن أنت هتبقى معايا، وهي كده كده جايبة لي سواق عشان يسوق لي، وأنا هبعت أجيب عادل اللي بيشتغل معايا في المكتب يقعد معايا. غريبة، أنا قلت إن أنت مش هتوافق على الحكاية دي. عمرو، أنا مش عايز أخدع غالية ولا عايز أضايقها. أنا عايز أطهر نفسي من غلطة كبيرة أنا عملتها في حقها، وفي حق بنتي، وفي حق نفسي قبلهم. بس أنا هعمل إيه دلوقتي؟ اللي طلبت مني إن أنا أشوف حل، وإن أنا أقعد أتكلم معاك ونشوف هنعمل إيه. قول لها إنك أنت قلت لي إن جدتها لسه تعبانة، وإنك ممكن ترجع بيتك، وإني وافقت، وفي الوقت المناسب أنت هتصارحني بكل حاجة. بعد ما أكلم دكتور مخ والأعصاب بتاعك مثلا؟ بالظبط كده. ماشي يا عبد الله، مع إني مش عايز أكتب. عمرو، أنت مش حاسس بالعذاب اللي أنا فيه؟ كل يوم، كل يوم ببقى عارف إنها نازلة تقابله، وكاتم في نفسي مش قادر أتكلم. أنا بتعذب يا عمرو، بتعذب. خد بالك يا عبد الله، غالية مش لسه مراتك. بس الظاهر، الظاهر إني اكتشفت إني لسه بحبها، ومبطلتش أحبها ولا ثانية في حياتي.